وي، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ رشيد، معكم السلام. وي للاق. معك جريدة عبير، بغينا ندوزو هذه المكالمة على المباشر. مشرفين للاق. بارك الله فيك. وي في خصوص القضية ديال اللي رفعتو على يوسف الزرقاني، او الشكاية، وما عرفناش بالضبط شنو درتو. اذا كان ممكن تحكي لنا بالضبط كيفاش اولا احنا انا اتحدث الان باسم جمعية شباب بيع يعني المغرب للغد نعم كرئيس ديالها. نعم اولا نحن لم نرفع شكايه، يعني بمفهوم الشكايه يعني كمطالبين للحق المدني او من هذا القبيل. نحن طلبنا من النيابه العامه بمدينه الرباط بتاريخ 29/1/2020 بفتح نعم تحقيق في مجموعه من طلبات الاحسان العمومي بدون موجب حق. نعم ومن بين الاشخاص اللي كنا هنا في هذا الطلب ديال التحقيق كانت القضيه ديال هذا اليوتيوبر هذا اللي تم الاعتقال ديالو، يعني والبحرين يعني بيحمد. بمعنى نحن طلبنا فتح تحقيق في هذا الطلب ديال الاحسان العمومي، هل له ما يعني يفيد، وهل له الصفه باش انه يجمع الفلوس يعني عبر سواء داخل او خارج الوطن من 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 من, من المواطنين. نعم، هذا التحقيق اللي طلبتوه باش يتفتح، نعم. يعني منين استنتجتوا ان ما عندوش مثلا الاوراق الرسميه باش انه يجيب هذا الطلب؟ نحن نعلم اننا عندما نريد ان نطلب طلب نعم الاحسان العمومي كاينه واحد المسطره، وتلك المسطره هي ان الجمعيه او التنظيم الذي يود ان يطلب ذاك الاحسان العمومي يجب ان يكون لها مقر داخل المملكه المغربيه وليس بخارجه، وبان تسلك مجموعه ونديروا بان هذه المنظمه او تلك الجمعيه لها مقرها داخل المملكه المغربيه يجب ان تكون لها صفه المنفعه العامه، وحتى وان كانت لها صفه المنفعه العامه فليس لها الحق سوى ان تطلب الاحسان العمومي مره واحده في السنه، وان أستاذ ارادت ان رشيد تطلب ويلا لا آسف على المقاطعة. ومحضر. في تصريح لك في منبر آخر صرحتي بأنك تعاطفت مع أب آية، يعني طبعا لان اب الحدث ايام كله من أب آية. نعم، فعلا لا مثلا واش احنا عارفين شكون مثال بسيط. يعني انتوما، واش جاتكم الفكرة من ذاتكم من راسكم، ولا ما بناء على طلب ديال الناس اللي طالبين به الشكاية؟ شكون انت كيفاش؟ بناء على شوف بناء على طلبات ديال المجموعه ديال الناس منهم الاب ايا، باش نذكروا لينا الاب ايا. كنت انا النهار اللي كنا رفعنا تلك الشكايه وحطيناها بمدينه الرباط طلعت عنده المدينه الرباط وتلاقيت معاه وعاود لي يعني القصه ديالو بان عنده واحد المشكله مع هذا الشخص هذا اللي الان القضاء تيبت، حيت حنا تنعرفوا بان اي شخص يعني متهم راه ما تيكونش يعني راه هذاك ما تيبينش بان راه بصح دار واحد الفعل حتى تتحكم المحكمه نهائيا بان راه متهم بواحد المساله. حنا ملي في التواصل مع الاب ديال ايا ومع الام ديال ابتسام ومجموعه ديال الاشخاص قالوا بان راه هذا الشخص هذا يعني كان كياخذ عن الطريق ديالهم بالصور ديالهم واحد القدر مالي واحد المسائل هكا، وما راهم هذا راه كيتابعوه في هذه المساله. اللي احنا كجمعيه الشق الذي يهمنا هو طلب الاحسان العمومي بدون موجب حق، يعني لان باش تطلب قبيلة على الكلام ديال أب آية وأم ابتسام، ولكن الأخ وفي نفس الوقت وفي نعم نفس الوقت دخلنا ودرنا البحث ديالنا احنا كجمعيه، لان هذا داخل في اطار يعني الامور اللي كتقوم بها جمعيه شباب البيعه للمغرب الغال. دخلنا وشنا المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي لقيناها تعج بطلبات الاحسان العمومي، يعني السعايه عن طريق المواقع ديال التواصل الاجتماعي، كل شيء ولا تسعى بكل شيء، ونحن نعلم ان هذاك الشيء غير قانوني، وهذاك نعم راه تشهير، وهذاك راه كيخدع لواحد المسطره اللي الناس اللي ما تتبعوهاش تتم المساءله القانونيه ديالهم، لان الفلوس اللي تيتسلموها هذوك الناس كاملين في المملكه المغربيه حنا ما تنعرفوش هذيك الاموال اللي كتجي فين كتمشي وكيفاش الأخ كتسلم. رشيد، إذا كانت الجمعية ديالو موثقة يعني وعنده جميع طبعا الأدلة، طيب يعني اذا كانت فين متفقه سمعت بالتشهير؟ لا شوفي لا ما لا شوفي اختي التشهير في حاله واحده. نو حنا التشهير فوقاش يكون التشهير، التشهير هي ملي كتشير على شي حد تقول هذاك راه داير. حنا طلبنا فتح تحقيق فقط، نحن لا نتهمه ولا نعم نتهم ايا كان، بالعكس انا راه النهار اللي تلاقيت مع ذاك هذا السيد هذا وتلاقينا جلسنا قال لي بان الوثائق ديالي انا راه تلاقيت نهار اللي تقدمنا للمحكمه تلاقينا وقلنا قال لي بان راه عندي الوثائق ديالي كامله وداك الشيء تيبقى للمحكمه هي اللي غادي تشوف، اما نحن فدرنا عير. الأخ رشيد في تصريح مع يوسف الزروالي وقال انه عنده ما يفيد وعنده ادله ملموسه فعلا على الاب ها آية، بان ها كان عنده دي فيديو بان داك السيد
كان يعاقر الخمر او كذا وكذا، شوف شوف يعني من عنده من أدلة. منا من وعلى عمر شريف ابتسام عنده ها كذلك ادله، يعني الا صرح بهذا لي فيديو وصدق كلام، يعني انه عطاه الاب اعطاه واحد المبلغ المادي اللي ما صرفوش على الايه وصرفوا في حاجه اخرى، فالقضيه تقدر تاخذ واحد المنحه اخر. شوفي اختي العزيزه، كما قلت لك في الاول، الاخت صوفيا، يعني الاخت العزيزه صوفيا، يعني انا ملي قلت لك المساله هذا الشيء كله بيد القانون، ان اب ايا كيد يعاقر الخمر ولا يعاقر حتى لا يعني يعاقر او يقال او المسائل حسب السرعه ديالو، تلك المشكله ديالو، لان المشكل الجوهري والذي نتحدث عنه نحن هو ان رعايا صاحب الجلاله الان اصبحوا بضاعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس الحق لاحد الا من له المنفعة العامة والصفة بأن يضعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليرتزق بهم. هذا هو الموضوع اللي تهمنا. أما هذا قال وهذا قال، تلك الكلام اللي خصنا نترفعوا عليه. الأم تجي وتقول أنت الأم الابتسام، هل قال هل أحد قام بواحد البحث وثبت على أن أم ابتسام تقوم بهذه الأفعال المشينة؟ أنا كنت أنا شخصيا وإن كانت لي عندي معها شيء حساسة لن أتطول حتى على السمعة ديالها بهذه الطريقة هذه هي. نعم نعم، وكذلك يقال ان في هذه المرحله يوسف الزروالي عليه تحامل من جهات اخرى، يعني ما رايك في هذا الموضوع؟ شوفي الاخت الفضيله، الله يطول عمرك، باش نكونوا ناخذ التحامل ديال المواعيد ديال الناس، هذه المساله دي ممكن تكون ممكن ما تكونش، كاين قانون المملكه المغربيه. نعم. معروفه بقضاء وعندها قوانين، وكل من ثبت انه خرق القانون راه غادي يتعاقب. الو يتحامل عليه، ان تحامل عليه احد فليثبت بالدليل وحجه. نعم نعم، في حالة طلع يوسف الزروالي براءة وطلع بزاف الحوايج اللي انت تبدل الفكرة ديالك. طبعا كما قمنا بتحقيق بفتح طلب تحقيق في هذا الامر. نعم. جمعيه شباب البيع على مغرب الغاز. نعم. ستقوم ببيان حقيقه، وقد ثبت من بعد التحقيق الذي قامت به النيابه العامه بان الشخص المعني بالامر له اوراقه وله ما يبث على انه يجمع ويطلب هذا الاحسان العمومي، وليس لنا نحن كجمعيه الا مؤازرته ومساندته في ذلك. نعم، يعني انت فقط مع الحق. لا طبعا احنا مع، لا انا شخصيا لم يسبق لي ان تحدثت مع الاخ يوسف ولو مره، حتى تقابلنا انا وياه داخل المحكمه وتعرفت على امي الفضيله. نعم. وهضرنا انا وياه وجبت لي بعض الاوراق وقال لي انا كنعاون وانا تندير، تصنت له ولاني نحن كجمعيه. انا قلت لك من الاول انا لا امثل نفسي بل امثل جمعيه شباب على مغرب الغاد. من بعد ما شفنا هذا الشيء الان شنو غيبان لنا؟ هذا الشيء غيعري كل شيء. القضاء الان ما نساوش بعض الاعمال الخيريه اللي قام بها يوسف الزروالي، مهمه جدا. يا شيخ صافي شوفي، لا ينكر التصريحات ديال الناس اللي كيشجعوا على ذاك الخير اللي كان كيقوم به يوسف الزروالي. طبعا طبعا هذا ما نساوش الحمله ديالو فاش دارها في فرنسا وهز العالم المغربي وشرف المغاربه كاملين قدام الجميع، في الوقت اللي كما شفتي واحد الخسيسه اللي حرقت العالم وهو دافع على الثوابت المغربيه. يعني كما هضرتي على واحد النقط، ولكن كذلك راه عنده واحد النقط ايجابيه. بيان سور طبعا هذا لا ينكره احد، فالاخ يوسف يبقى من الوطنيين ديال المملكه المغربيه واحد المدافعين على المقدسات ديالو باستماته، ورجل يحسب له هذه المسائل هذه كامله تحسب له. لا فعل الخير وان اعطى ولا خير شخصي، يعني يقدر يتبدل الراي ديالك الا ثبتت. لا اخ يوسف، لا قلت لك انا من الاول لم يسبق لي ان قابلت الاخ يوسف الا في رادهات المحكمه. ثانيا انا اتحدث لك لست بصفتي الشخصيه، اذا سولتني انا كرشيد السامي اقول لك انا كذلك اتجول العالم من اجل نشره القضايا الحقه ديال 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 المملكه المغربيه، وقد اضع يوما يدي في يده من اجل قضايا تهم خونه المملكه المغربيه، وهذا ما يفسد للحق، يعني عادي راه هذه المسائل عادي. رشيد نتمنى تبان الحقيقه في الاخير وكل ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كاين قضاء المملكه المغربيه غينصفوا ان شاء الله، او حنا نلتمس ان شاء الله غتكون الحقيقه في الاخير ان شاء الله. وان شاء الله, إن شاء الله. لاي واحد عنده شي حق راه غياخذوا ان شاء الله. فعلا طبعا طبعا طبعا. تحياتي لك وشكرا على مرحبا لله مرحبا لله وعلى البرنامج ديالكم الزوين اللي كيقيس بزاف ديال المواضيع الحساسه واللي كتعطي الصدى ديالها. نعم لله.
وي بالنسبة للأخ أب آية وأم ابتسام، واش هما اه داخلين في هذه الشكاية اللي سبب من الأسباب اللي تقبض بها يوسف طبعا، الصفدي؟ لان شوفي انا باش ننصحك واحد لأن الحوايج، المحامي اشخاص ديالو كما صرح في الآخر قال أن اه فقط عن التشهير. هل يعني فإلا نعم دابا باش نسرق، الاشخاص اللي تقدموا ذاك النهار كانوا عبد الرب رشيد الثاني، وكان الاب ديال ايه، وكانت ام ديال ابتسام، وكانوا واحد المجموعه، واحد العائله اللي جات على حساب واحد يعني الاتهام ديالهم بشي مسائل اخرى. يعني هذو هما الناس اللي كان الاخ برطال، وكان الاخ سميت يقولوا له بلال المغربي، اللي كان المغربي مشتكى بهم من اتفقنا طرف. فهما بتعتقلوا لي ان الاخ يوسف تشكى يعني هو ضع شكايه في التشهير والسب والقذف، واللي راه القضاء راه نصفه في القضيه هذه، اعتقلهم على خلفيه ديال هذه الشكايه هذه، وغيتم كذلك حتى هما التحقيق معاهم، ماشي تشوفوهم واش ظالمين ولا ما ظالمينش، والحق يعلو ولا يعلى عليه، هذه مساله لا مناص عليها. نعم. يعني دابا الهدف الأخير ديال الجمعية ديالكم، جمعية شباب بيعاني مغرب الغد هدفها الوحيد الهدف أولا الأخير من وقبل كل قضية شيء. يوسف السروالي؟ لا 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 شوف احنا يوسف الأخ القضية دياله واللي وضعنا ليست سوى طرف صغير جدا مما في الطلب ديال التحقيق، لأن هناك أشخاص آخرون يطلبون يعني طلبات الإحسان العمومي بدون جابوجة بحق، وعندنا عليهم فيديوهات سنقدمها في وقتها أمام محاكم المملكة المغربية كلا في مدينته، حتى يتم لنا النصر في هذه المسألة. اللي بغى يطلب الفلوس يطلبهم ويطلبهم راسه، وحط الناس، حنا راه ماشي ضد الخير، حنا ضد الناس اللي ممكن انهم يستغلوا هذاك الخير، لان راه شي يعني اختراف راه تقصدوا كاين. غير مقنن يكون لا ما عنده كاين مقنن؟ مقنن، انا نعطيك اي مثال بسيط، هذا الاخ يوسف كنعرفوه بانه وطني وولد البلاد وكيبغي المال وكيبغي ولا وغيره، مستميت على التوابيت، ولاني نديروا واحد اخر ليست له هذه الغيره، واراد ان يستغل هذا الاحسان العمومي لعمليات ارهابيه داخل المملكه المغربيه، وغيحطنا مجموعه اشخاص وستمول له هذه العمليات من الخارج بتحويلات نقديه. كي غنديروا حنا غادي نشوفوا لما دوزنا شي شيء بطلب احسان عمومي ودير له ان كونتو كانت عنده الوصايه والرقابه من طرف الاجهزه الخاصه اللي هي الخزينه العامه ووزاره الخارجيه، كلام يعني منطقي. هذا كله خاصو يتقنن باش ما نردوش رعايه صاحب الجلاله في العفه في احدى خطابات السده العليا، قال له انا وشعبي جسد واحد، فكيف لنا ان نجعل من هذا الجسد سلعه من اجل الارتزاق؟ كيف لنا ذلك؟ يجب ان نعد، وعلى المؤسسات المؤهله لطلب الاحسان العمومي بدون الرجوع الى الامانه العامه للحكومه، مثلا الاحسان التعاون الوطني ان يقوم بواجبه، وكذلك المبادره الوطنية للتنمية البشرية التي رأينا بأنها أصبحت في عقم في هذا المجال هذا. وشكرا أخت صفوة، شكرا أخ مرحبا رشيد، لله، وشكرا على مرحبا. التوضيح، لا وإن شاء مرحبا الله احنا معكم للأخير حتى نشوفوا ان شاء مرحبا، الله إن شاء الله إن شاء خطة الله، الإرهاب. وما نتمنى غير الخير لكل شيء، نعم والله يطلق نعم السراح الجامع، هذا نعم اللي كاين، شكرا احنا ما بغينا شكرا شيء. السلام عليكم، لا لا، وتحياتي. السلام عليكم.